احنا كل يوم بيبقى معانا تحديث لاسعار العملات واسعار الذهب، وده اللي بتقدمه لنا لميا حمدين. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك يا منى. صباح الخير عليك يا مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. سعر الدولار الأمريكي، سعر البيع 19.33 والشراء 19.26. اليورو، سعر البيع 19.35 والشراء 19.27. جنيه استرليني، سعر البيع 22.31 والشراء 22.21. فرنك سويسري، سعر البيع 19.86 والشراء 19.77. اليوان الصيني، سعر البيع 2.78 والشراء 2.76. ريال سعودي، سعر البيع 5.14 والشراء 5.12. الدينار الكويتي، سعر البيع فيه 62.65 والشراء 62.39. واخيرا الدرهم الاماراتي، سعر البيع فيه 5.26 قرش والشراء 5.24 قرش. دلوقتي هنروح لأسعار الذهب النهاردة. عيار 18 النهاردة 951 جنيه للجرام، وعيار 21 1109 جنيه للجرام. عيار 24 سعر السوق النهاردة 1267، والجنيه الذهب سعر السوق فيه النهاردة 8872. ودلوقتي نروح لمنى ومصطفى لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا ليكي لميا.